السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نكملوا في الأعداد العقادية، في الشكل الجبري، كيف نحدد الشكل الجبري؟ دونك هنا تذكير، قلنا أن العدد العقدي زد يكتب على شكل إكس زائد إيكغاك إي فوا إيكغاك، وهنا كنقولوا ان هذه الكتابه هذه كتسمى الكتابه الجبريه، اكس زائد اي ايغريك، او الشكل الجبري للعدد العقدي زد. على قول الله اكبر وفجر، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. استسمح نوقف الفيديو ونكمل ان شاء الله. اذا على بركه الله نكمل. قلنا ان العدد العقدي زد الا تكتب لي على شكل اكس زائد اي ايغريك كنسميو هذه شكل جبري، يعني فورم الجبريك. وصلنا لهذا العدد زد 24، نبدا من 24 يساوي زد 24 يساوي 3 زائد اي جذر مربع 5 على 3 ناقص اي جذر مربع 5. دونك شنو قلت لكم في الحصه الفايته؟ حنا خاص اي، ركز معايا بشويه، اي ما يبقاش في المقام، اي ما خاصهاش تبقى في المقام. دونك غنستعملو المرافق، ودرنا هذيك المرة قلنا غنستعمل المرافق. والمرافق ديال اش كنشوف؟ ديال المقام، حيت اي هذه هنا هي اللي خاصني نأتاكي. غندير المرافق، يعني غنعاود نكتب العدد العقدي بين قوسين 3 زائد اي جذر مربع 5، وهنا عندي 3 ناقص اي جذر مربع 5. كندير الأقواس، يعني راه بغيت ندير المرافق. كنبدا بالمقام 3 زائد اي جذر مربع 5، هنا 3 زائد اي جذر مربع 5. من بعد منه اخويا العزيز اختي العزيزه يساوي، اطرد معايا البال الله يرضي عليك بزاف. هنايا هنا كاينه بلس وهنا كاينه بلس، كيعطينا المتطابقه الهامه الاولى، يعني كندير 3 زائد اي جذر مربع 5 وكاري معاوده جوج د المرات بلا ما نبقاو نديرو النشر. ولتحت غادي نجي لعاد جيت للبلس، غادي حيت 3 ناقص اي جذر 5 و 3 زائد اي جذر 5، شو هذه؟ هذه ملي يكونوا بحالك راه هي 3 او كاري زائد جذر 5 او كاري مباشره، ماشي ناقص. هنا حنا في الاعداد العقاديه، دونك غادي تعطيني النتيجه الفوق متطابقه هامه، ما نديروش 3 او كاري وجذر 5 او كاري، هذه راه المتطابقه الهامه الاولى. الفوق الاولى عندنا المتطابقه الهامه الاولى، وهنا عندنا المتطابقه الهامه الثالثه، الثانية كتكون هنا ناقص وهنا ناقص. دونك كتعطينا هي، نديروها بهذيك الطريقة، أ مربع زائد جوج أ بي زائد بي مربع، ثلاثة مربع غتعطينا تسعود زائد جذر خمسة مربع غتعطيني خمسة. الفوق بيان سور هنا غادي نكتب الأعداد اللي عندنا، ثلاثة إي جذر مربع خمسة، ثلاثة هنا إي جذر مربع خمسة، اي جذر مربع 5، وغنرد البال هنا في الحساب تساوي، غنتبعها وحده بوحده، 3 او كاري هي 9، عندي هنا بلس هي بلس 2 في 3 في اي في جذر 5، 2 في 3 هي 6 وجذر 5، وما تنساش راه كاين هنا وسط منهم اي، 2 في 3 6 وجذر 5 عاد باش اي، زائد كما درنا في المره اللي فاتت اي او كاري غادي تعطينا هي ناقص 1، لان حنا الخاصية المميزة اللي كاينة هنا اي كاري هي ناقص 1 لهذا العدد اي، اي او كاري هي ناقص 1. كما قلت لكم هذيك المرة راه هذه هي كلشي، هذه هي كلشي في الأعداد العقادية دابا. اي او كاري عطاتني ناقص 1، جذر 5 او كاري غادي تعطينا 5، والكل مقسوم على 9 زائد 5 هي 14. دونك غتبقى عندي على الشكل التالي، 9 زائد 6 جذر مربع 5 اي، هذا كامل عدد واحد، عندك تمشي تجمع 9 مع 6 ما يمكنش. اسمحوا لي كنهضر بشويه لان دابا راه يمكن فاتت 6 الصباح ولا ما عرفتش. ناقص 1 في 5 هي ناقص 5 على 14. شنو غادي نجمع هنا؟ غنجمع 9 ناقص 5 هي 4 زائد 6 جذر مربع 5 اي، والكل مقسوم على 14. غنشد هذا المقام هذا غادي نفرقوا على هادو بجوج، يعني غتولي هي هنا هذه سي با لابيل 4 على 14 زائد 6 جذر مربع 5 على 14 اي، صافي. هذا دابا هو الشكل الجبري، بحال هو اكس زائد اي ايكغيك. شنو هو الشكل الجبري؟ اكس زائد اي ايكغيك، دونك لا فورم الجبريك.
الا بغيتي دير واحد الاختزال ما تنساش هنا راه عندك جوج في جوج، وهنا عندنا جوج في سبعة، غنحيدو جوج مع جوج غتبقى جوج على سبعة، دونك غتبقى هي جوج على سبعة، زائد ستة راه هي جوج في ثلاثة، وهنا راه عندنا جوج في سبعة، غادي تحيد جوج مع جوج غتبقى النتيجة غتبقى ثلاثة، غتبقى ثلاثة من ستة غتبقى ثلاثة جذر مربع خمسة على سبعة. هذا هو الجزء الحقيقي، وهذا اللي كاين هنا هو ليماجينير، هو الجزء التخيلي. الا بغا تكتبهم يعني لو غيال لا بارتي غيال ار او زاد 24 لي زاد 24 تساوي 2 على 7، و لا بارتي ايماجينير الجزء التخيلي للعدد العقدي زاد 24 يساوي 3 جذر مربع 5 على 7. باسون ليكزامبل 25، العدد العقدي زاد 25 يساوي 2 ناقص اي جذر مربع 3 على 2 زائد اي جذر مربع 3. دونك هنا غادي نضرب في المرافق، يعني غنكتب 2 ناقص اي جذر مربع 3، 2 زائد اي جذر مربع 3 في مرافق المقام 2 زائد اي جذر 3، المرافق هو 2 ناقص اي جذر 3، والفوق غتكون 2 ناقص اي جذر 3، يعني راه نفس المرافق، هذا اللي كاين هنا هو اللي كيكون هنا. الفوق عندي متطابقة الهامة رقم 2 راه هي 2 ناقص اي جذر 3 وكاري، وهنا عندنا 2 زائد اي جذر 3 غتولي هي 2 وكاري زائد جذر 3 وكاري، راه كاين فرق ما بين الفوق وما بين المقام. شوف هنايا في المقام عندي بلوز موان العدد والمرافق، اما هنا راه كاينه موان موان متطابقة هامة بحال الفوق ديما، هنا عطاتنا 2 ولتحت راه ديما كاينة 3، ديما غنطبقو المتطابقة رقم 3 في المقام دائما. هنا غنبدا ب 2 وكاري ناقص 2، هذه في القاعدة في ا هو 2 في ب هي اي جذر 3 زائد اي جذر 3 وكاري، هذا هو نشر المتطابقة الهامة. صافي هذه كنشرها على شكل متطابقة هامة، 2 وكاري و 2 مربع هي 4 زائد 3 جذر 3 وكاري، حيد ليا هذا غتبقى هي 3، دونك تساوي 2 كاري غتعطيني 4 ناقص، ديما ما نساوش هاد الدائرة كاين هنا، 2 في 2 في جذر 3 هي 4 جذر مربع 3 اي، اي وكاري غادي تعطيني ناقص 1 ياك، زائد خلوها بشوية حنا تنحسبو ناقص 1 جذر 3 وكاري غادي تعطينا 3 الكل على 7، دونك غتعطيني النتيجة هنا هي 4 ناقص 4 جذر مربع 3 فوا اي ناقص 1 في 3 هي ناقص 3 على 7، دونك غتعطي النتيجة هنا هي 4 4 ناقص 3، ما نديروش 4 ناقص 4 لا 4 ناقص 3، حيت هاد 4 جذر 3 اي، 4 ناقص 3 هي 1 ناقص 4 جذر مربع 3 معها اي والكل على 7. خاصني ضروري نفرق هنا الجزء الحقيقي هو 1 على 7، عندي هنا ناقص 4 جذر مربع 3 على 7 وفوا اي، دونك هكا كنكونو سالينا رقم 25. وندوزو للمثال 26 كذلك، مثال مختلف زاد 26، هي صبروا علينا شويه وصافي هادشي باش يكون النتيجه، زاد 26 هي 2 على جذر مربع 2 ناقص 5 اي يساوي المرافق 2 عامل المرافق عندي جذر 2 ناقص 5 اي غادي تولي زائد 5 اي، والكل مقسوم على جذر مربع 2 ناقص 5 اي، والمرافق هو جذر مربع 2 زائد 5 اي. المرافق دائما في البسط وفي المقام، في البسط هو في البسط وكاين حتى في المقام، هذا هو المرافق. هنا قلنا دائما كيعطيني المتطابقة الهامة رقم 3، دابا الفوق عندي غير النشر عادي، المهم المقام ديما نضمن المتطابقة رقم 3، 2 جذر مربع 2 النشر زائد 2 من بعد غنضربها في 5 غادي تعطينا هي 10، و5 راه كاين حدا اي هي 10 اي. المقام عندينا جذر مربع 2 غندير ليها الكاري زائد 5 وكاري صايي، دونك غتبقى عندي 2 جذر مربع 2 زائد 10 اي، والكل مقسوم غنحيدو المربع مع الجذر وغتبقى عندنا 2 زائد 25،
تساوي 2 جذر مربع 2 زائد 10 اي 2 زائد 25 هي 27، والنتيجة هي 2 جذر مربع 2 على 27، وهذا هو الجزء الحقيقي زائد 10 على 27 فوا اي، وهذا هو الجزء التخيلي. دائما خاصني نلقى الشكل الجبري هو زد يساوي اكس زائد اي ايكغيك، بحال هذا اللي كاين هنا هو اكس وهذا اللي كاين هنا هو ايكغيك، دائما خاصنا نلقاو اكس ايكغيك، الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. زد 27 زد 27 يساوي، إذن عندنا 1 زائد اي جذر مربع 3 على 1 ناقص اي جذر مربع 3 يساوي، غادي ندير عاوتاني المرافق، 1 زائد اي جذر مربع 3 عامل، وهنا عندي 1 ناقص اي جذر مربع 3. اشنو هو المرافق؟ مرافق المقام 1 ناقص اي جذر 3، غنكتب 1 زائد اي جذر مربع 3، والفوق 1 زائد اي جذر مربع 3. هاد التعبير الاول راه خد التعبير الثاني، يعني نقدر ندير تساوي راه بحال بحال، 1 زائد اي جذر مربع 3 وكاري الاس اللي درت انا جوج، يعني راها جوج المرات شتي، دونك لتحت غادي نديرو هي 1 اوكاري زائد جذر 3 اوكاري، هذه راه متطابقه وهذه متطابقه، دونك يساوي ا اوكاري زائد 2 في ا في بي زائد ب اوكاري، صافي 1 اوكاري غادي تعطيني 1، غنكتب هنا 1 جذر 3 كاري، دونك هي 3، هنا الفوق عندي 1 خاصني ندير 1 1 اي جذر 3، دونك غنكتب اي جذر مربع 3 و اي جذر مربع 3، دونك يساوي 1 مربع هي 1 زائد 2 في 1 في اي في جذر 3 هي 2 جذر مربع 3 اي اي وكاري غادي تعطيني ناقص 1، كي درنا هنا نديرو حنا ناقص 1 اي وكاري غادي تعطيني ناقص 1 جذر 3 وكاري غادي تعطيني هي 3 على 4، 4 منين جاتني 1 زائد 3، اذا النتيجه 1 هي زائد 2 جذر مربع 3 اي ناقص 3 على 4. عندك شي عالم يمشي يجمع 1 زائد 2؟ لا، حيت جوج لاصقه فيها جذر 3 وجذر 3 لاصقه فيها اي، اذا هذا كامل تيبقى بوحدو كما عودنا. اذا اشنو كنحسبو هنا؟ كاين اللي ما كيعرفش يقرا هادشي، راه عندي هنا 1 ناقص 3، 1 ناقص 3، 1 ناقص 3 راه هي ناقص 2 يعني ناقص 2، وعندنا زائد 2 جذر مربع 3 على اي والكل مقسوم على 4. تقدر تقسم هذه ناقص 2 على 4 و2 جذر 3 اي على 4، تقدر دير التعميل مثلا بغيت تعمل بجوج غتقول جوج عامل، شحال غتبقى في بلاصه 2؟ ناقص، غنبدا بناقص، من بعد ما ناقص في بلاصه جوج غنخلي 1 زائد جوج غنحيدها لان عملت بها، غتبقى جذر مربع 3 اي والكل مقسوم، 4 راه هي جوج في جوج باش ندير الاختزال، وغتبقى عندي النتيجه هي ناقص 1 على 2 زائد جذر مربع 3 على 2 فوا اي. هاد الصيغه غتبقى تعاود عندي في بزاف ديال الامثله، بزاف العديد العديد من الامثله. اذا في المثال الموالي اولا في الفيديو الموالي ان شاء الله غادي ندير زائد 28 زائد 29، وهادو اللي كاينين هنا راه بالزربه غادي نساليهم، غنبدا من زائد 28 زائد 29 وهاد الامثله اللي كاينين. يلا تحياتي لكم، ضروري تفرجوا في الفيديوهات المقبله ان شاء الله باذن الله باش يكون الفهم ديالكم شامل وعام.